لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الصحيح المسند المختصر من السنن يرويه العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور باسم صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري الكشيري رحمه الله تعالى رحمة وسعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة وسعة: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب بيان قوله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وبالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني محمد بن منهال الضرير قال: وأمية بن بسطام العيشي قال: واللفظ لأمية قال: كلاهما قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح قال وهو ابن القاسم قال: عن العلاء قال: عن أبيه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. ذكر شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الماتع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج بتصرف يسير: رجال هذا الإسناد محمد ابن منهال الضرير، ومحمد ابن منهال التميمي المجاشعي أبو جعفر، ويقال أبو عبد الله البصري الضرير، ثقة حافظ من العاشرة. أمية بن بسطام العيشي أبو بكر البصري، صدوق من العاشرة. يزيد بن زريع العيشي أبو معاوية البصري، ثقة ثبت من الثامنة. روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري، ثقة حافظ من السادسة. العلاء بن عبد الرحمن الحرقي مولاهم أبو شبل المدني، صدوق ربما وهم من الخامسة. أبو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم، ثقة من الثالثة. أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل. ثم ذكر شيخنا لطائف هذا الإسناد، قال: منها أنه من سداسيات المصنف، وله فيه شيخان قرن بينهما، ومنها كذلك أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين ونصفه الثاني بالمدنيين، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي، والابن عن أبيه، العلاء عن أبيه. ومنها كما قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قوله واللفظ له، يعني أن سياق متن الحديث الذي ساقه هنا لشيخه أمية، وأما محمد ابن منهال فرواه بمعنى.
ومنها كذلك أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره رضي الله تبارك وتعالى عنه أول المكثرين السبعة في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى 5374 حديثا. شرح الحديث كما ذكره شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة بتصرف يسير. قال عن العلاء عن أبيه، قال عن أبيه عبد الرحمن ابن يعقوب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر الله عز وجل أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظاهر ولا السرار والضمائر، وإن دقت وخفيت. وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وقال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد أخبر تعالى في هذه الآية بمزيد على العلم، وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم، وخافوا منها ومن محاسبة الله تعالى لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم رحمهم الله تعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال يعني فاشتد، يعني أبو هريرة، كل قال أبو هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه: فاشتد، يعني التقدير لما نزلت عقلنا معناها، فاشتد ذلك علينا أي على الصحابة، فاشتد ذلك أي ما تضمنته الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب، أدب منهم رحمهم الله تعالى ورضي الله تبارك تعالى عنهم، فقالوا: أي رسول الله، أي حرف نداء، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلفنا أي حملنا من الأعمال ما نطيق، يعني أو ما نطيق من الإطاقة. يقول: أطقت الشيء إطاقة إذا قدرت عليه، وهو ما ذكروا: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية، أي قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ولا نطيقها، أي لا نستطيع القيام بمقتضاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم، قال لهم: أتريدون، قال أتريدون، قال أتريدون، يعني أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، استفهام إنكاري وتوبيخي، أي لا ينبغي لكم أن تقولوا كما قال أهل الكتابين التوراة والإنجيل من قبلكم، أي وهم اليهود والنصارى: سمعنا وأصينا. هذا إشارة إلى قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. وقوله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بل قولوا، النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الصحابة يقول: بل قولوا سمعنا وأطعنا، يعني أطعنا أمرك، سمعنا قولك وأطعنا أمرك، غفرانك ربنا، والمعنى مغفرتك، أي فاغفر لنا، والطلب للدعاء، وإليك المصير أي المرجع، وفيه إقرار بالبعث والوقوف بين يدي الله تعالى. قالوا أي الصحابة المشفقون من هذه الآية لما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الصواب المخالف لطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين: سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمنا وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك يا ربنا أي اغفر لنا مغفرتك. فلما اقترأها القوم، أي قرأوها، ذلت أي يعني لانت وسهلت بها، أي بقراءتها ألسنتهم، يعني أنهم استجابوا وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم وأرشدهم إليه، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، أي بالقرآن العظيم، والمؤمنون، أي وآمن المؤمنون، كل آمن بالله، أفرده يعني نظرا لللفظ كل، وملائكته وكتبه ورسله. قال الإمام:
ابن جرير في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه، يعني بذلك جل ثناؤه صدق رسول الله فأقر بما أنزل إليه، أي بما أوحي إليه من ربه من الكتاب وما فيه من حلال وحرام ووعد ووعيد وأمر ونهي وغير ذلك من سائر ما فيه من المعاني التي حواها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية عليه قال: يحق له، يحق له. يقول قال حدثنا بشر قال السنة، يعني حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال عن قتادة قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال: ويحق له أن يؤمن، يحق له أن يؤمن، كما ذكره في تفسيره ابن جرير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول بعد ذلك: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فلما فعلوا ذلك أي استجابوا لما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم به، فقالوا سمعنا وأطعنا، نسخها الله تعالى أي أزال التكليف الذي شق عليهم، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي لها ما كسبت من خير فلها ثوابه، وما اكتسبت من شر فعليها عقابه. وكسب واكتسب لغتان بمعنى واحد. وقال أبو عبد الله القرطبي: قوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يريد الحسنات والسيئات، قاله السدي وجماعة المفسرين. وقوله قال نعم أي قال الله تعالى استجابة لدعائهم وإنالة لطلبهم وتحقيقا لرغبتهم: قد فعلت، أي قد أعطيتكم ما سألتم. قاله أبو العباس القرطبي: نعم حرف جواب، وهو هنا إجابة لما دعوا فيه. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، والإصر الأمر الغليظ الصعب، والإصر كذلك شدة العمل، وما غلظ على بني إسرائيل من الأحكام التي نزلت عليهم، كما حملته على الذين من قبلنا أي وهم اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: نعم أي قد فعلت ذلك واستجبت لكم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال قتادة: معناه لا تشدد علينا كما شددت على من كان قبلنا. وقال الضحاك: لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق. قال الله عز وجل: نعم أي قد فعلت، واعف عنا أي عن ذنوبنا، واغفر لنا أي استر على ذنوبنا، والغفر الستر. وقال ابن جرير في هذا أيضا من قول الله عز وجل خبرا عن المؤمنين من مسألتهم إياه ذلك الدلالة الواضحة أنهم سألوه تيسير فرائضه عليهم بقوله: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأنهم عقبوا ذلك بقولهم: واعف عنا، يعني وارحمنا، أنت مولانا أي ولينا وناصرنا، فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل: نعم واغفر لنا وارحمنا، أي قد غفرت لكم ورحمتكم، والحديث كله واحد. ثم ذكر شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى: حديث أبي هريرة، هذا من أفراد المصنف. ثم ذكر تخريجه. في المسألة الثالثة ذكر فوائده. الفائدة الأولى: بيان المراد من قوله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم، كذلك منها بيان رحمة الله تعالى لهذه الأمة بسبب نبيها الذي قال الله عز وجل في تعظيم شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك منها بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، زادها الله تشريفا، زادها الله تشريفا بأن خفف عنها ما كان على غيرها من الأمم السابقين من الإصر والأغلال أي الثقل والمشاق. كذلك من هذه الفوائد بيان ثبوت النسخ في هذه الشريعة الغراء، وهو مجمع عليه بين المسلمين. كذلك منها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المسارعة في الانقياد لأحكام الشرع، ومن شدة خوفهم من عدم القيام بما كلفهم الله تعالى به، ومراجعة نبيهم صلى الله عليه وسلم باركين على ركبهم بين يديه حتى يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم الشدة، فجاءهم الفرج القريب. كذلك منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه على أمته أن تسلك مسلك الأمم السابقة في رد ما أتوا به من أوامر الله، فقالوا سمعنا وعصينا، فنزل عليهم العذاب. فحذر صلى الله عليه وسلم صحابته أن يكونوا مثلهم فيصيبهم مثل ما أصابهم، فهداهم الله تعالى فاستجابوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
كذا منها بيان فضل هذه الأمة على الأمم السابقة، حيث أنهم قالوا لأنبيائهم سمعنا وعصينا، وهذه الأمة قالت سمعنا وأطعنا، فظهر مصداق قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. كذا منها ما ذكره أبو إسحاق السجاج، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أخبر الله تعالى به عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وجعله في كتابه ليكون دعاء لمن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهو من الدعاء الذي ينبغي أن يحفظ ويدعى به كثيرا. وسيأتي للمصنف في كتاب الصلاة من هذا الكتاب من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه من قيام تلك الليلة، وقيل كفتاه المكروه فيه. ومنها ما قاله يعني المازري إشفاقهم، وقولهم لا نطيقها يحتمل أن يكون اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب، فلهذا رأوه من قبيل ما لا يطاق. فإن كان المراد هذا كان الحديث دليلا على أنهم كلفوا ما لا يطاق، وعندنا أن تكليفه جائز عقلا، واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أو لا. قال القرطبي: هذه الآية تدل على أن الله تعالى لا يكلف، أن الله تعالى يكلف عباده، لا يكلف عباده إلا بما يطيقونه، وأما ما لا يطيقونه ممكن كان أو غير ممكن، لكنه تعالى تفضل علينا بأنه لم يكلفنا بما لا نطيقه وبما لا يمكننا إيقاعه، وكمل علينا فضله برفع الإصر والمشقات التي كلفها غيرنا. يقول شيخنا الشيخ محمد الآدم: وخلاصة القول إن الله عز وجل رفع عنا ما لا طاقة لنا به، فله الحمد والمنة وله الفضل والنعمة، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم كعادة الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في ذكر الشواهد والمتابعات، ذكر شاهدا آخر لحديث ابن عباس بالسند المتصل إمام مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أبو كريب، قال وإسحاق بن إبراهيم، قال واللفظ لأبي بكر، قال قال إسحاق، قال أخبرنا، وقال الآخران، قال حدثنا وكيع، قال عن سفيان، قال عن آدم بن سليمان مولى خالد، قال سمعت سعيد بن جبير، قال يحدث عن ابن عباس، قال لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال قد فعلت. أما باب بيان تجاوز الله سبحانه وتعالى عن حديث النفس والخواطر ما لم يستقر، فهذا بإذن الله تبارك وتعالى ما سيكون عليه الكلام في المرة القادمة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام سائرين، ولا تشمد بنا أعداء أو حاسدين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.